أنت كنت يعني منظم مشارك في هذه المظاهرة قبل أيام. نعم. سيد يعني معنا سيد هنداوي محمد كاظم هنداوي من ألمانيا، مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، يقول الحل في المحكمة، الحل في القضاء، الحل في القانون، وليس في التظاهر في الشارع. يعني هل لمستم تجاوب من الحكومة من القضاء بخصوص ما يعانيه الأطفال أو الأهالي في السويد؟ تفضل. أنا أستاذي فهمت سؤالك، أنا سمعت آخر الكلام اللي حكاه، ما كنت معكم آسف، كان معي تصوير. تفضل. بحترم نظريته، الأخ عم بيحكينا هو بألمانيا، هو ما بعرف يعني، حتى أنا اللي على الأرض ما بقدر بعطيك معلومات 100% كوني أنا ناشط، أنا ماني حقوقي. تفضل. الأستاذ عم بيقول كله بصير عبر المحاكم وعبر المحامين. أستاذي أنا بحترم كل المحامين وبحترم كل شيء، هل القانون بيمنعني اتظاهر؟ حكى ما بيمنع. ما بيمنع، هو بس انه الحل في القضاء. تفضل. تمام. يلا تفضل. تمام، انا بحترم رايه استاذي الكريم. نحن اول شيء كل تحرك عم نقوم فيه يعني بنتشكركم على التواصل، وكل الاعلام عم نحاول، الاعلام اللي عم يحاربنا بانه نحن داعشيين ونحن اسلاميين. انا مجتمع مع مع العائلات المسيحيه، مع العائلات اللي ما بتامن بشيء، نحن قضيتنا انسانيه اول شيء. كل القوانين اللي انسنت بالسويد يا أخي، انسنت حقوق المرأة وحقوق الطفل كلها بدأت وتعدلت، والقانون عدلها، في منا صارت بمظاهرات ومنا بحراك شعبي سويدي، زائد نحن ما لنا ضيوف أخي. أنا ضيف وقت اللي بيجي لعندك ثلاث أيام بتطعميني منسفين وبترجعني على بيت أهلي، مواد بتكون الأمم المتحدة أنت جاي بموجب قانون على هاي البلد، زائد أنه أنت أخذت جنسية هاي البلد، زائد انه اللي عم بتروح اطفال مو بس ضيوف اللي انت عم تحكي عنه، ان احنا بنحترمهم وبنحترم حالنا كمان وبنحترم البلد وقوانين البلد. السويديين اخي الاطفال اللي رايحين، نحن ما بدنا نعدل قوانين، نحن بدنا نعدل اخطاء عند موظفين عم يستغلوا بعض القوانين. نعم نحن عم نطالب بتعديل بعض القوانين، نحن من هاي البلد، نحن بشر على هاي الارض، البلد هاي وقت اللي جابتنا لهون على هاي البلد وقعنا نحن موافقين على كذا، وبنفس الوقت وقعنا لانه البلد نحن ضمنانين انه تحقق انه ما في انتهاكات لحقوقنا نحن كانسان او بشر على هاي الارض. الحراك طلباته واضحه استاذ، هي انا بتمنى وبحترم كل النظريات، ولكن يعني بنوه حراكنا. نعم. مطالب الحراك هي مطالب الحراك تغيير وتعديل بعض القوانين اللي فيها ظلم، التأكد من الأخبار الكاذبة. أنا ماني مضطر إن عائلتي تتدمر بسبب بلاغ من جار، بلاغ يعني تخيل أحد الحالات هلأ معنا ولادة راحوا للأسف، العائلة كلها راحت، كلياتنا نحن كسوريين بنعرف شيء اسمه وحمة. وحمة بظهر ولد، نحن من قلة حال، مسافتها شيء 7 سنتي ماشي؟ نعم. بعد ما راحت كل العائلة والطفل اللي هو فيه الوحمة وغيره، الأطفال اللي ما في عندهم أي شيء ولا في اي دليل على انه هذا الطفل مضروب، على اساس انت بتاخذي العيله، وبعد سنه المحكمه بتقول انه هاي وحمه، انه هذا بيخلق شأن طبيعي مع الطفل، على اي اساس راحت العيله كلها؟ اعطيني اياها، جاوبني. الاستاذ الحقوقي خليه يتفضل لعنا على السويد، نحن بنستقبله ومنريده يساعدنا، اكيد اذا هو حقوقي ورئيس منظمه اكيد عنده خبره اكثر منا. ساعدهم سيد هنداوي، هل لديك يعني ان تعرض المساعد طريقه الحل؟ يعني دعني اقول للسيد بدران السؤال مباشره للسيد هنداوي من المانيا. تفضل سيد هنداوي، سؤال لك. اسمح لي احكي مباشره مع السيد بدران. تفضل. سيد بدران، انت حضرتك من الناس المتضرره كمان من هاي القرارات؟ لا يا استاذي، انا ماني متضرر، جيراني واصحابي وكل شيء طفل متضرر هو ابني. طيب بدي اسالك سؤال اخي بدران، انت وقت بصير الانسان وقت بيجي هن ببلايتان، وقت بيجي انت عم تحكي الشاهد اللي بيقدم شهادي انه هذا الطفل تعرض للضرب، شو بصير بعدها؟ بصير على اساس تحقيق وعلى اساس لجنه و و و الى تمام، بصير تحقيق من قبل مين بالموضوع؟ سوسيال. عظيم جدا، السوسيال. هو بياخذ الامر اما بحيل الموضوع للقضاء؟ يا صديقي ما بدي انا، انت رجل حقوقي وانت بتعرف ان احنا ما بدنا نوقع باخطاء، في احد الشباب عم يوقع بهي الاخطاء. نحن عم نحكي وكلامنا واضح يا استاذي، نحن مع انه اي رجل او طفل بيتم ضربه او تعنيفه يتم محاسبه الاب، الام شو ذنبها؟ تمام. الطفل الام ذنبها عند اهله. تفضل. تمام انا اجيت معك، بس هن اذا بالاساس ما عرفوا بالسؤال، نحن عم نحكي على حالات معينه، نحن عم نقول هلا انت عم تقول انه الام شو ذنبها والاب شو ذنبه، على اي حال نحن عم نحكي هلا حاليا؟ عم نحكي على حالات خاصه،
وقت بنحكي على حالات خاصه لازم نحن نطلع الملف تبعهم لنفهم شو هو اللي صار، شو الاجراءات اللي صارت ضدهم، شو وين ليش يعني حالات فرديه، حالات فرديه سيد بدران. لحظه لا انت استاذي الكريم، هلا نحن عم نجمع ملفات تقريبا صار عندنا 900 ملف في الخلاط. ماشي، ممكن انا هلا بمدينه ما بدي اسمي مدن، بمدينه عندي 30 حاله، 30 عيله مسحوب منها اطفال. ماشي، ولا طفل قصته مثل الاخر. عندك عيله مسحوب منها 7 اطفال، عندك عيله مسحوب منها طفل، عندك عيله مسحوب منها طفل لانه الانسه قالت كذا بالمدرسه، عندك عيله مسحوب طفل لانه الولد قال انا امي ما طعمتني. هذا كلام مرفوض استاذي. انا مع انه اي اب بيغلط بيتحاسب الاب، ام غلطت بتحاسب الام. اي حق بي 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 بالكره الارضيه بيحرم اب طبيعي وام طبيعي من 7 اطفال ومن 5 اطفال ومن 6 اطفال لانه صارت مثلا عيط على ابنه. تجاوبني، السويديين ليكن جيراني، انا في عندي فيديوهات في سويديين عم يضربوا اولادهم في السويد. من اصل سويدي، جده سويدي. اها، فارجوكم يا استاذ. طيب يعني ايمانه على الارض. الى ماذا تشير سيد بدران؟ داني بسؤال، يعني اذا ما ذكرت بانه اخطاء يستغلونها بعض من هم في السوسيال، لا ادري من تحدث بها، لكن هناك من ذكر بان هناك اخطاء فرديه بالنسبه للسوسيال، هل تعاني من العنصريه انت اليوم كمقيم في السويد؟ هل تعاني من العنصريه؟ لا، انا لي 10 سنين تقريبا على ارض السويد ولا مره تعرضت لاي موقف عنصري، بالعكس تماما. انا اقاربي، انا مقيم بعده دول بالخليج وبتركيا، دائما اقوالي لاصدقائي واقربائي ومعارفي وكل من يتواصل معي الادب. طيب، والاخلاق اللي بشوفه بالسويد لغايه اليوم في ناس يقولوا لي تعرضوا لمواقف عنصريه. الا يتناقض ذلك اذا هذه الشهاده بالنسبه لك، الا يتناقض مع ما يحصل الان من مواقع التواصل الاجتماعي انه هناك من يعاني، هناك من هو مظلوم في السويد؟ لا يا صديقي، في كمان انا مثل ما انا عم بحكي هذا الكلام، في اشخاص انظلموا بسبب اخطاء موظفين. انتوا كتلفزيون القناه التاسعه، انت اخي، انت ملاك، انت مو ممكن تغلط. شرك مني، خليك في السويد. لا ما بدي يا اخي، يا اخي انا كعمر بدران، انا كأحد احد الشباب المنظمين، منيح الكلام، انا كمنظم. طيب، ما بغلط انا؟ جميع يخطئ سيد بدران، لكن هذا اللي انا ابغى سؤالي هنا، لانه هناك من كما ذكر السيد، يعني هنا نعود الى مساله ما ذكره السيد هنداوي، انه هناك اخطاء فرديه بالنهايه، لا يمكن ان نعمم ما يجري الان في السويد. هذا نحن هي مطالبنا يا استاذي الكريم. نحن ما عم نقول يلتغى السوسيال ولا نحن عم نقول في قوانين صارمه جدا، هي عم يتم استغلال هاي القوانين لحرمان حالات لا تستحق. طيب، هذا العقاب. انت على اي اساس تاخذ مني 5 اطفال بتحط لي طفل بالشمال وطفل بالجنوب وطفل بالوسط وطفل بالغرب؟ اعطيني هذا على اي اساس؟ انا ابني مسلم بتحطه عند عائله مسيحيه او لا يؤمنون بشيء؟ طيب خلينا نشرك معنا في هذه النقطه سيده زينب. سيدة زينب، ماذا عن يعني هل هناك مخرج قانوني في تفريق الأطفال عن بعضهم، يعني يأخذون من ذويهم، وبالتالي أيضا هناك تفريقهم وانفصال الأطفال أيضا عن بعضهم، هم أخوة بالنهاية، يتم أيضا فصلهم، ما هنا تقولي؟ أول شيء غير قانوني أصلا، في حكم من المحكمة الأوروبية الدولية إنه الإخوات لازم للأقصى الحد يكونوا محطوطين مع بعض وما بيصير يتفرقوا لأسباب هينة، يعني هيدا ما فينا منه. بحب بس وضح شغلة هون بالنسبة للأخ اللي قاعد معنا من ألمانيا، لما عم بيقول القرارات هيدي بتتاخد بالمحكمة، ماشي أنا معك بالمحكمة. المحكمة كيف بتمشي؟ المحكمة مشكلة من حاكم وثلاثة من لجنة، فيها ثلاثة بيقعدوا حدوا للقاضي هيدا وبياخدوا القرار. مين هم هيدول الثلاثة؟ تعرفوا مين اللي بياخدوا قرارات هالأطفال؟ هؤلاء الثلاثة اللي عاديين لأنهم درسين حقوق، هيدول السياسيين، الأحزاب السياسيين. ما الذي يثبت ذلك؟ ما الذي يثبت ذلك سيدة زينب؟ عفوا، ما الذي يثبت ذلك أنهم سياسيين؟ سياسيون هي اللجنة هاي اسمها نمدمن، النمدي من هودي بيعدوا حد القاضي وبياخدوا القرار. بس إذا الثلاثة ارتفقوا ضد القاضي، القاضي ما قالوا كلمة ومش حدا قال لي إياها، فوتوا هيك القانون هون بالنص. هيدول الثلاثة منهم درسين حقوق، هيدول الأحزاب السياسيين بترشح الأكثرية يا قاعدين بحزب سياسي، وممكن كمان الواحد ما يكون قاعد بحزب سياسي، يعني أنا فيك ترشح، أنت فيك تترشح، وبنصير نحن بناخد هالقرار. هاي أول شيء.
محكمة عادلة، كيف بدنا محكمة عادلة واللي عم بياخدوا الحكم كمان انه ما مندرسين حقوق، كمان محتسبين لأحزاب، أحزاب سياسيين، يعني في من حزب العنصري وفي من حزب المتطرف ومن حزب الكذا، هودي قاعدين باللجنة. هيدي أول شيء، المحاكم هيك عم بتصير بسواد. تاني شيء، المحكمة عشو عم تمشي؟ عم تمشي على الشؤون الاجتماعية، هيدول الموظفين، التحقيقات اللي غير آمنة، التحقيقات اللي عم بيتركبوا مثل ما هن بدهم. يعني لما بدك تيجي تحط، يعني الغلط لما ببلش من عند الشؤون الاجتماعية، هيدول المنظمات اللي بدهم يحموا الأطفال. أول شيء في ما عندهم هن كموظفين، لأنهم درسين نفس ما منهم عندهم دراسة بالنفسية تعيط الطفل، منهم درسين كيف بدهم يحققوا. الشرطة هون بسويد ممنوع تحقق مع طفل إلا الشرطة المختصة بالأطفال، عندهم دكتور خاص، لأنه الطفل إذا بتطرح السؤال بطريقة غلط فيك أنت تخلي الطفل يحكي اللي بدك إياه. أي طفل بتقعده بتصير تطرح عليه سؤالات بطريقة معينة، حتخليه أنت حتقدر تقنع الطفل يرد الجواب اللي بدك إياه. فلهالسبب ممنوع الشرطة العادية تحقق مع الطفل. بيجوا هون موظفين من الشؤون الاجتماعية لأنهم درسين بتحقيق أو نفس بالطفل أو كيف بدهم يحققوا. وعلى فكرة هون يعني هون الدائرة الحكومية اللي بتنص شو هني هيدول الشؤون الاجتماعية لازم يكون عندهم تيشتغلوا، فما حتى انه شيء معين. في موظفين امنهم اصلا دارسين المجال هيدا السوسيونوم اللي بسموه 3 سنين ونص، منهم دارسين كمان بيشتغلوا. ما في، نحن اللي عم نطالب فيه هود الموظفين لازم يصيروا مثلهم مثل الدكاترة، مثل الدكاترة النفسانية، عندهم شهادة لازم تتشلح لما بيصير في غلط.